بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني، وبنربط يا عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة، وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة وطفيلي والعداوي مية مية، جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية، هم بس الأردنية عزمو إصرار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مع برنامجنا كفاءات أردنية. كما عودناكم مشاهدينا في كل حلقة من حلقات برنامجنا نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن العزيز. وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الشيخ، المدير العام لمياه التروية. أهلا بك أستاذ محمد الشيخ، تحياتي. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، ممكن تعرفنا بالبطاقة الشخصية لحضرتك؟ بطاقة الشخصية لحضرتي معك محمد عمر طه الشيخ، مواليد عمان، أسكن في الهاشم الشمالي، حي نايفة، قرب مسجد بيعة الرضا. أستاذ المتزوج؟ نعم متزوج. يوجد عليك أطفال؟ عندي ولد وبنتي. الله يخلي لك يا رب. أستاذ محمد، دراسة؟ دراسة لغاية التوجيهي. أدرس لغاية التوجيهي، توجيهي راسب يعني. بعدين انتقلت للعمل؟ لأنه كان عقلنا عقل تجاري، مش فبلشنا حتى وأثناء الدراسة كنت أشتغل في العمل. في العمل نعم. فخلصت. أستاذ، حكينا عن مسيرتك المهنية أستاذ محمد، يعني من بدء العمل؟ من بدء العمل بالصف العاشر. كنت أبيع ألعاب بالأعياد، كنت أشتغل عند أخوي في الأحذية. كنت يعني أحب الشغل وأحب التجارة أكثر من الدراسة يعني. الدراسة. والوالد علمنا هذا الحكي يعني، علمنا التجارة، وأخواني نفس الشيء تجار وعلمنا التجارة يعني، وكانوا واقفين جنبي من البداية بحياتي يعني، واقفين جنبي ما قصروا معي. الحمد لله رب العالمين. فخلصت التوجيه وبعدين بلشت أنطر شغل خاص لي يعني. بداية أول شغل خاص كان لك بأي مجال؟ أول شغل خاص كان لي في محل مجال المياه. في مجال المياه؟ نعم. قبل المياه كنت أشتغل في الذهب، في تصنيع الذهب. في تصنيع الذهب. كنت موظف أشتغل في مشغل اسمه مشغل الجدي. نعم، بتصنيع الذهب والشغلات هاي. اشتغلت تقريبا 3 سنوات. حتى تقريبا تعلمت الصنعة. تعلمت صنعة. نعم نعم. ما شاء الله عليك. مجال المياه في أي سنة بدأت فيه أستاذ؟ بدأت في مجال المياه بال2000. بال2000. نعم. بدأت في مجال المياه بال2000 في شارع الجامعة. في محطة مياه الحرمية. أستاذ، إحنا الآن موجودين بمحطة التروية. نعم. لفلترة المياه والمياه الصحية. نعم. عرفنا بمحطة التروية أستاذ محمد. والله محطة التروية الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هي تقريبا محطة رقم 5 المحطات اللي بنركبها، اللي هي لنا شخصيا مع شريكي. واحنا في عندنا مجال اللي هو مجال تركيب المحطات وتركيب المصانع، اللي هو اس تي، اللي هو نعم اس تي زي سكيلز. سكيلز تكنولوجي. نعم. مهارات تركيب المياه. تكنولوجيا المياه. مياه تربيه بنقدر نحكي رقم يعني 5. وعم ننشئ كمان محطتين ما شاء الله في شارع الاردن، ومحطه في ضاحيه الامير حسن جبل الوسط. ما شاء الله. اهم ميزات محطه التربيه عن غيرها من المحطات؟ التروية بفضل الله إن شاء الله يعني هي أكبر محطة في المملكة بحجم الأجهزة وبعدد المراحل، وطبعا راح يكون فيها منتج غير على المحطات اللي هي الكاسة واللي هي الثلج وأنواع الثلج اللي هو ثلج القوالب والثلج المبشور والثلج نعم. ما شاء الله. هي ميزات محطة التروية، ما يميز محطة التروية عن غيرها من المحطات؟ نعم فيها تقريبا حكيت على عدة مراحل، كم مرحلة تقريبا لفلترة المياه في في محطة التروية؟ تقريبا 33 مرحلة. 33 مرحلة؟ نعم. يعني بفضل الله من ما شاء الله. المحطات الأخرى أستاذ كم مرحلة تقريبا يعني؟ والله هي تتراوح، في شيء 15، في شيء 20، في شيء 22، في شيء 25. يعني فارق كبير 33. نعم. يعني فلترة جيدة جدا، أتوقع ممتازة أكثر من جيدة. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى نقدمه للمواطن المدني. إن شاء الله. إن شاء الله تكون يعني مميزة. هسا أستاذ بدي أسألك عن أهم المراحل اللي بتفوت فيها في المياه
بعمليات الفلترة. نعم. أكيد تطلع لأكثر من يعني تحكيت 33 مرحلة. نعم. أهم هذه المراحل. أهم هذه المراحل أول شيء بيكون الجهاز أول مرحلة اللي هو شيل الشوائب، إزالة الشوائب والعوالق والتراب. هذا بسموه ساند كاربون. بالضبط بسموه فلتر الشوائب. هذا الجهاز الرئيسي. هسه يدفعوا 3 فلاتر إضافية. لكن بدقة يعني أقل. بالضبط هذا مثلا 35 مايكرون بيجي بعدين 20 مايكرون بعدين 10 مايكرون بعدين 5 مايكرون. بعدين بندخل على مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الكربون. اللي هو إزالة الطعم واللون والرائحة. نفس الشيء يدفع 3-4 مراحل إضافية مع هاي المراحل بدقة أقل. بالضبط. بعدين ندخل على المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة النترات. هذا جهاز النترات بيشيل النترات الموجود في المياه. هذا اللي هي يعني بنحكيها لا سمح الله مثلا صرف صحي مثلا ممكن يكون داخل الآبار أو كذا إيش زي هيك. صحيح. نعم هذا الجهاز بيشيلها تماما. هذا الجهاز تقريبا حتى عندنا في الأردن يعني أنشأوه جديد وألزموه للمحطات تقريبا من 7 سنوات ما كان إلزامي. بالضبط. المرحلة الرابعة اللي هو جهاز إزالة الحديد. نعم. نشيل الحديد داخل المياه. هذه المرحلة مش موجودة في يعني نادر ما تلقيها في المحطة. في المحطات. ممكن تكون محطة أو محطتين فقط في المملكة. عملية نزل الحديد بتكون بنسبة معينة أستاذي صح؟ نعم كل شيء عندنا مقاييس يعني حسب وزارة الصحة وحسب وزارة البيئة كل شيء في مقاييس معينة بنشتغل عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذي يكون عندنا كمان المرحلة الخامسة واللي هي الأساسية مثلا اللي هو جهاز الأرض. هذا لإزالة الأملاح. نعم الأملاح ممكن توصل عندنا 700 500 600 بنشيل الأملاح الضارة لجسم الإنسان. النافع لجسم الإنسان ضارها موجودة إن شاء الله. نعم. تكون 500 600 بننزلها لغاية 150 120 100 يعني مسموح لنا لغاية 200 من وزارة الصحة. احنا بنخليها مشان الطعم يعني وعذابة المي وكذا لغاية 120 130. والمرحلة السابعة اللي هو الكلس. نعم في جهاز اسمه سوفنر. هذا جهاز السوفنر يشيل الكلس من المي. إذا بتشوف الخطوط كيف الكلس اللي هو اللي بسبب الترسبات في الكلية. نعم. و نعم نعم برضه هي من الأملاح. الكلس أكيد كل شيء. بعدين في اللي هو قاتل الجراثيم اللي هو الأترافيروس اللي هو اليو في. نعم هذا اليو في في كل المحطات أقصى حد ممكن يكون 2 أو 3. احنا عندنا هون تقريبا 6. ما شاء الله. نعم 6 مراحل اليو في لأنه أهم جهاز. هذا بقتل الجراثيم. يعني ممكن المي مثلا مية المطر مية ربانية مباركة وممتازة وما عليها كلام بس من الجو ممكن يتكون فيها جرثومة. أكيد. هذا الجهاز بقتل الجراثيم. يعني في ناس ممكن مثلا عندهم آبار بيخزنوا مي بصيروا يشربوا من البير كويس ممتاز بس لازم تحط قاتل الجراثيم. فهذا عمل تقريبا في 6 مراحل. نعم حتى 6 مراحل كل مرحلة مقسومة إلى قسمين. بالضبط يعني باعتبار 12 مرحلة. نعم باعتبار 12 مرحلة اللي هو اليو في الأترافيروس. أشعة فوق البنفسجية. وفي اللي هو الجهاز نحكي الثامن الأساسي كمان اللي هو الأوزون. اللي هو الأكسجين. بالضبط اللي هو الأكسجين برضه قاتل الجراثيم ومانع للجرثومة ومانع لتكوين الطحالب داخل المي. يعني الكاسة مثلا مدتها لمدة عام لأنه بيكون فيها هاي المادة اللي هي الأكسجين تحفظ المي لمدة عام كامل. من تكوين أي طحالب. نعم أي طحالب أي خضار ممكن يصير على العضوة. هذا الاكسجين طبعا كمان حجمه عندنا كبير يعني ممكن بالعاده يكون في المحطات يسموه 1 قلب، احنا اللي عندنا 3 قلب. نعم هاي المرحله، المرحله الثانيه 10 قلب. يعني المحطات بحطوا فقط بس واحد يعني حاطين 2، 3 قلب و10 قلب. هذول المراحل الاساسيه اللي يعني ما شاء الله محطه الترويه بتمتاز عن جميع المحطات بالضعف تقريبا. نعم نعم بالضعف. نعم. يعني هي ان شاء الله الصوره كانت بتعبر هذا الحكي اكيد يعني. في نهايه البرنامج الكاميرا راح تلف بالارجاء وتاخذ الصور من المحطه اكيد. نعم استاذي طبعا الاجهزه احدث الاجهزه المستخدمه في المحطه. نعم الاجهزه هي طبعا منشا امريكي وكلاء هم شركه المصادر بتكنولوجيا المياه. هي طبعا الماركه تبعتها اللي هي كلاك رقم 1 حتى بيستوردوها مرات في الطياره من ثمن الجهاز ومن يعني قيمه الجهاز. اللي عمليه الاستيراد. نعم الاستيراد من امريكا للطياره. هو رقم 1 اللي هو الكلاك. وهذا كل شغلنا فيه لانه لغيرنا يعني ما نركب لغيرنا برضه من نفس النوعيه.
ما شاء الله عليك استاذ محمد الشيخ. انت حكيت انه ابوك شجعك على التجاره. نعم اكيد كل رجل اعمال ناجح مثل حضرتك ما شاء الله عليك مثل في هذه الحياه او قدوه في هذه الحياه. من قدوتك في هذه الحياه؟ قدوتي طبعا الوالد. طبعا هو الشيخ دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم. اكيد عليه الصلاه والسلام. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحمد لله رب العالمين يعني بهم رضا الوالد ورضا الوالدة والوالد عندنا رقم واحد والحمد لله يعني ما كان يقصر يعني مجال عمل الوالد كان مثال بسيط يعني الوالد مجال مش في التجارة بس الحمد لله رب العالمين كان يقدم لنا يعني بيته اللي هو البيت اللي احنا ساكن فيه مرهون منه يعني راهن البنك لنا وهذا اللي خلانا الحمد لله رب العالمين نقدر نمشي في هاي الحياة بالضبط يعني لأن الواحد بدون يعني بنوك بدون أكيد ما بيقدر يمشي يعني الحمد لله رب العالمين. أخوي كمان في أخ اسمه هيثم الشيخ كان جنبي دائما وبكر الشيخ أخوي الكبير كمان برضه كان تحياتنا لكم جميعا الله يسلمك. هذا كله طبعا يرجع له للوالد والوالدة تجيهم لنا تقديمهم لنا كل شيء كنا نحتاجه ما كان يسوى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أستاذ بدي تحكي لي عن رؤيتك المستقبلية لمياه التروية. ماذا ترى بالمياه التروية بعد 10 سنين؟ والله احنا بنتمنى طبعا نكون رقم واحد في الاردن في عمان. امين وان شاء الله يعني الترتيبات اللي رتبناها والتعب اللي تعبنا على هاي المحطه ممكن نتاهلنا نكون ان شاء الله رقم واحد. ان شاء الله للجميع الحمد لله. استاذ في مجال للتوسع يعني لسه في تفكير ايضا لفتح محطات اخرى في مناطق اخرى غير عمان؟ نعم انا زي ما حكيت لك هاي رقم خمسه موجوده هسه في عندنا كمان محطتين شارع الاردن شارع الاردن في ضاحيه الامير حسن يعني افرع ان شاء الله للمياه التروية خارج العاصمه يعني تفكر تفتح مياه كمان؟ والله في احتمال تكون واحده في العقبه ان شاء الله. ان شاء الله على خير. احنا في العقبه لنا شغل هناك فنحكي العقبه ويمكن نفتح فيها فرع ان شاء الله. تفتحون مياه تروية في الاردن ان شاء الله. استاذ بدي تحكي لي عن اهم المعوقات او التحديات اللي واجهتها او عم بتواجهها يعني خلال عمليات فتح المحطات المياه. والله الحمد لله رب العالمين هي يعني عندنا احنا تقريبا ثلاث اربع جهات بيشرفوا على هاي المحطات اللي هي وزاره الصحه، وزاره البيئه، وزاره العاصمه اللي هي وفي عندك وزاره الصحه اللي هي في الامانه. هذول يعني عندهم شروط اذا انت طبقت الشروط راح تتغلب يعني ما في وبالنهايه اذا ميتك ممتازه 100% ما فيها مشاكل. تنجح مخبريا ما في حدا ممكن يعمل لك عار والحمد لله رب العالمين امورنا كانت ميسره ما في ابدا لا عار بالنسبه للترخيص بالنسبه لوزاره الصحه ووزاره البيئه بل بالعكس هم يعني لما شافوا المحطه وشافوا شغلنا قدروا هذا الحكي والحمد لله ما قصروا معنا بشيء. الحمد لله. انت ذكرت لي في الكواليس استاذ عن مشكله في الكهرباء. احنا واجهتنا مشكله وما زلنا في موضوع الكهرباء احنا طالبين يعني امبير عالي لانه المحطه عندنا كبيره وبنشتغل شغل مميز يعني اكيد فبنشتغل كمان اضافات اللي هي الكاسه والثلج وشغلتها فهي تحتاج لكهرباء فحاولنا مع شركه الكهرباء ما اعطونا البدنيه لغايه الان عندنا مشكله في موضوع الكهرباء اللي هو العداد العادي بالضبط نرفع الامبير يعني اعطونا مثلا 30 امبير لا عندنا ثلاثه فاز اعطونا ثلاثه فاز لكن ثلاثه فاز بدها امبير يعني بدها امبير عالي يعني كل جهاز بده مثلا 5 امبير هذاك 10 مجموع الامبيرات احنا بدنا تقريبا 70 امبير من 60 ل 70 احنا هسه محصلين على 30 فانا ما بقدر اشتغل كل الشغل مع بعض صحيح يعني قاعد بشتغل فتره وبشتغل فتره. نرجو من الزميل برهان مراجعه موضوع الكهرباء للاستاذ محمد الشيخ وتدوينها كملاحظه. استاذ خلينا نحكي عن شركه استي احنا حكينا عن مياه التروية بنحكي عن الخدمات اللي بتقدمها شركه تكنولوجيا المياه استي اللي هي سكيلز. سكيلز نعم اللي هي شركة الإمارات لتكنولوجيا المياه. هاي الشركة طبعا هي برضه بنفس الاختصاص احنا بنركب محطات مياه بنركب مصانع مياه انشأنا تقريبا 43 محطة في عمان 7 محطات خارج عمان 2 منهم في العقبة 2 منهم في معان واحدة في اربد واحدة في منطقة اسمها النعيمة قريبة من معان تابعة على في معان في النعيمة في اربد وفي النعيمة في معان. نعم وركبنا انشانا مصنعين في الاردن انشانا مصنع النبلاء تمام وفي مصنع اللهم صل على سيدنا محمد انشانا كمان في السودان اللي هو مصنع المروه في السودان انشانا كمان مصنع فاحنا متخصصين في تركيب المحطات والمصانع
الحجم الكبير الحجم اللي القزازه في 300 مل و 600 مل واللتر ونص. لانه الخدمات اللي تقدمها استي هي تركيب الاليات او الماكينات لتصنيع. نعم الحمد لله رب العالمين. كمان مستورد موضوع ماكينات الكاسات، واحنا اول ما ندخل الكاسات يعني على البلد باذن الله، وجزء اول من ما توفق فيها في البدايه كانت شغله جديده على اكيد فكانت المواصفات يعني ما كنا زي ما بحكوها لسوء الحظ يعني ما توفقنا فيها يعني. حتى وصلنا لماكينه بفضل الله رقم واحد في الاردن، هسه احنا يعني تقريبا رقم واحد بنستورد ماكينات الكاسات وبنستورد الكولر اللي هو كولر المياه؟ نعم اللي هو اكوا فاميلي. نعم احنا وكلاء يعني هون في ما اكيد يعني اصلا انت عرف ماركت اكوا فاميلي. هو لا في بايو فاميلي وفي اكوا فاميلي، بس البايو فاميلي صناعه كوريه والاكوا فاميلي اللي هو وكذا احنا اللي هو صناعه صينيه، لكن رقم واحد بالصين وبضاء يعني تقريبا نفس كفاءة الكور ان شاء الله. كفاءته 10 سنوات، الكور نفسه كفاءته 10 سنوات. ما شاء الله. تعمل الكور. في معارض لعرض هاي الشغلات الكولرات وال نعم الاجهزه، يوجد لديكم معارض؟ نعم نعم. استاذي احكي لنا عن تطور قطاع المياه، المراحل يعني كيف هي تطور قطاع التكنولوجيا المياه ومحطات المياه؟ والله تقريبا من 5 سنوات أو 7 سنوات لليوم تطور بشكل سريع والمحطات تفتح بكثافة، وهذا الحكي كويس لنا حتى لو كان فينا منافسين بهمنا نطلع في المنتج إن شاء الله كويس للمواطن، وبهمنا كمان نفس المواطن يكون عنده إقبال على المي الصحية المي النظيفة. هذا الحكي موجود، الإقبال صار في الناس عندها وعي لموضوع لموضوع إن شاء الله المي المفلترة المي الصحية، وقيمة العبوة 20 لتر يعني صارت بقيمة نصف دينار أو 75، يعني احنا نبيعها بنص دينار بكل المراحل حكيت لك عنها نبيعها بنص دينار. نص دينار يعني تاخذ شفتين دخان اللي هو ضار لجسم الإنسان حقه دينارين وعم بتفتح وهي حقها نص دينار، يعني عم تحكي 4 أضعاف، وهذا بتخلص بيوم العبوة بتقعد عندك 2 3 أيام. في بعض المحطات أستاذ بيعملوا الاشتراكات الشهرية للقوارير. نعم ماشيين على هذا المبدأ أيضا. والله احنا هذا المبدا يعني موقفينه هنا في المحطه، بنبيع بس بشكل مباشر ما بنحاول نتعامل مع البيوت، البيوت فيها مشاكل كثيره يعني كانت تجينا فيها مشاكل اللي هو دخول البيت، نتعامل مع موظفين، الموظف بيروح على البيت ما بتقدر تضمن الموظف اللي عندك مهما كان، اذا ما انت رحت دخلت للبيت وتعاملت مع اصحاب البيت ممكن يكون في عندك في مشكله، فهذا حاجه انت ما بتقدر تمسك المحل وتمسك خارج المحل. ما شاء الله بنحافظ على احنا عندنا تقريبا داخل المحل 4 واداري 5 كلهم مدربين ان شاء الله، لكن التوزيع بنوزع للشركات للمؤسسات الحكوميه. نعم مؤسسات وشركات دوائر فقط، قناطر ممكن مطاعم كذا، لان ما نتعامل مع البيوت ما بنتعامل معها، بس بامكانهم يجوا على المحطه هون بفضل الله هم بيجوا على المحطه، اوفر لهم لانه توصيل دينار صحيح داخل محل نص دينار، والتوصيل انا زي ما حكيت لك بضل موظف غريب ممكن يطلع، فانا ما بعرف شو ممكن يحط في المي بضلني خايف حافظ فترته، فبالضبط اهل البيت بيحافظوا على ميتهم بيجوا بعبوا هون وبنوصلهم اياه ولا بالسياره ونخدمهم فيها ان شاء الله. ما شاء الله. استاذنا ننتقل الى محور اخر عن بعيدا عن المياه، حظى الله الاردن بنعمه الامن والامان تحت ظل الرعايه الهاشميه. ماذا تعني لك نعمه الامن والامان؟ والله تعني كثير، نشوف عليه التلفزيون بدول الجوار وشو بصير فيهم، صرنا نعرف قيمه الامن والامان، والله يديم علينا ويديم على هاي البلد. ربنا يفرج على اللي حوالينا وربنا يرزقهم النعمه اللي احنا ربنا معطينا اياها، هذا مؤمن. الله يديم علينا نعمه الامن والامان. امين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، يعني هاي النعمه بفضل اجهزتنا الامنيه، بفضل الحمد لله رب العالمين جلاله الملك، والحمد لله رب العالمين. استاذ محمد الشيخ، لو قدر لك بمقابله شخصيه مع جلاله الملك عبد الله الثاني المفدر لمده 10 دقائق 5 دقائق، محور الحديث بينك وبين جلاله الملك ايش راح يكون؟ محور الحديث سؤال صعب مش متخيل والله، يعني هو يعني جلالة الملك باعتبار انه يعني اخ كبير ووالد، مثلنا يعني احنا ان شاء الله يعني
يعني تشول بطع على على قلبنا وتفكيرنا لو نحكي بكل شفافية يعني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ في نهاية الحلقة بدي منك بطاقة تهنئة لجلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة مئوية الثورة وشهر رمضان المبارك وعيد الاستقلال كان قبل أيام قليلة. نعم نعم نعم. يعني احنا نقول لجلالة الملك كل سنة وأنت سعيد للشعب الأردني واحنا منهم طبعا. كل سنة وأنت سالم، الله يديم هاي البلد والله يحفظها ويرزقنا دائما الأمن والأمان ويبعد عنا كل المشاكل ويبعد عنا مشاكل الجوار. وزي ما حكيت لك الله يفرج عليهم ويفرج على إخواننا المسلمين في كل مناطق. يعطيك العافية أستاذ محمد. بدنا بالنهاية طرق التواصل مع محطة التروية لتنقية المياه، الموقع وأرقام الهاتف. نعم في الكرت ارقام الهاتف تظهر يعني على الشاشه تلقائيا الان بدخلوها الزملاء. بس بدنا موقع مياه الترويه. في موقع على الكرت موجود. ممكن نحكي اللي هو مياه الترويه عمان الهاشم الشمالي، منطقه الهاشم الشمالي. كعنوان نعم الهاشم الشمالي نعم. بجانب البنك العربي. بجانب البنك العربي اللي هو بنك الاسكان القديم. لا لا البنك العربي غير بنك الاسكان، كان في البنك الاسكان وحاليا يعني في البنك الاسكان وفي البنك العربي، بس البنك الاسكان صار في فوق يعني انتقل وهسه موجود البنك العربي. البنك بجانب يعني نحكي عمان الهاشم الشمالي بجانب البنك العربي. نعم. في نهايه حلقتنا اليوم بود ان اشكر الاستاذ محمد الشيخ مشاهدينا على ضيافته الكريمه وعلى دعمه للبرنامج. استاذ محمد كل الشكر وعرفان لك. اهلا وسهلا شرفتوا وانتم حياكم الله. نشكركم على هذا الجهد المبارك ونتمنى لكم المسيرة إن شاء الله. آمين يا رب الله. آمين يا رب العالمين. وأنتم مشاهدينا دمتم بأمان الله.